السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين بكل خير من حافل التدشين تويوتا كراون سبورت موديل 2023، الجيل الجديد والشكل الجديد كليا. تم تدشين 3 فئات، فئة هجينة بالكامل وفئة البلاتينيوم. طبعا المحرك نفس محرك تويوتا كرون كروس اوفر وليكزيز ار اكس. لا تنسوا متابعينا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. انتظرونا فيديوهات قادمة ان شاء الله، وشكرا لكم.